دي كاسي، كاسي بنت هتتم 25 سنة الأسبوع اللي جاي، يعني عيد ميلادها الأسبوع اللي جاي. ودي ليزا صاحبتها الأنتيم وعايشة معاها في نفس البيت. كاسي بتبقى عايزة تحتفل بعيد ميلادها ابتداء من النهاردة لحد كمان أسبوع، ولكن ليزا بتعرض عليها إن هم يقعدوا ويلعبوا بالبازلز دي، ولكن كاسي ما بتوافقش وبتقول لها إن البنات حاليا بيتخطبوا على يومين، إشمعنى أنا بقى مش هعمل عيد ميلادي على أسبوع؟ ليزا بتوافق وبيقوموا يلبسوا وبعدين بيخرجوا، وهم خارجين بيشوفوا ماكس، وماكس ده جارهم الجديد اللي هيسكن معاهم في نفس الدور. ليزا بمجرد ما بتشوف ماكس بتبدأ تفهمه ان هي ممكن تتشقط عادي، بس الولد تقريبا ما بيفهمش اللغة، او يمكن عشان كان بينقل لبيت جديد ما كانش لسه مركز يعني. بيروحوا بعد كده للمكان اللي هيسهروا فيه، وهم ماشيين بتفتح كاسي التليفون بتاعها وبتلاقي باباها منزل بوست، وباباها ده شغال مدرس يوجا. ليزا صاحبتها بتقول لها ان باباها مشهور جدا يعني عنده 4000 فولور، ما تيجي نروح ناخد معاه حصه. قالت لها انا اتهريت يوجا وانا صغيره، هو وضع واحد اللي علمه لي ابويا، وضع الكلب المنحني. فقالت لها طب حتى يا كاسي يا عاق اعملي لابوكي حتى كومنت. قالت لها اعمل له لايك وخلاص. بيوصلوا المكان اللي هيسهروا فيه وبتبدا كاسي تشرب وبيبداوا يرقصوا وبتبدا كاسي تتجاهل ليزا، وبعدين الشباب بتتشارك وبتشيل كاسي زي ما احنا بنشيل العريس بالظبط في الافراح، بيحطوها على البار وبتبدا تشرب اكتر واكتر. بيخلصوا سهرتهم في البار، فاصحاب كاسي بيقولوا لها ان هم يروحوا يكملوا في حته ثانيه، ولكن ليزا ما بتبقاش عايزه تروح وبتقول لها ان كفايه كده قوي. فقالت لها كفايه ايه، انا لسه ما اتسطلتش، ما تبقيش بنت مقفله بقى يلا. ليزا برده ما بتوافقش وبتقول لها ان هي مش هتروح معاها. كاسي هنا بقى بتطلع الجنونه بتاعتها وبتقفل من ليزا وبتقول لها انت مش صاحبتي، الصاحبه ما تسيبش صاحبتها وهي راح تسكر، انا مش عايزه اعرفك تاني، وبتسيبها وتمشي. بتخلص كاسي سهرتها مع اصحابها وبعدين بترجع البيت، بتقعد قدام البازلز دي شويه وبعدين بتاخدها وترميها كلها على الارض، وبتروح تخبط على اوضه ليزا، ولكن ليزا ما بتعبرهاش. تاني يوم بتصحى كاسي عشان تغسل وشها، بتخش الحمام، بتيجي تمسك الفوطه، بتتكعبل ودماغها بتتخبط في القعده وبتموت كاسي. بتصحى كاسي بتلاقي نفسها في مكان بينك في بينك، وبتلاقي واحده ماسكه ايباد وعماله تلعب في شريط حياتها، لحد ما بتيجي اللقطه اللي هي ماتت فيها. فبتقول لها ايه ده وانا اتشهرت ولا ايه؟ قالت لها الحمد لله على السلامه انت صحيتي. كاسي سالتها انت مين؟ قالت لها انا طنط كفال الملاك الحارس بتاعك، وانت كاساندرا غارسيا ولا اقول لك كاسي زي ما انت بتحبي يقولوا لك؟ كاسي الاب والام مطلقين، اتولدت في 31 مايو ومت في 26 مايو. قالت لها وانا مت؟ قالت لها انت مت. قالت لها والنبي ما تستعبطي يا طنط فال، هو في ملاك بيلبس عبايه بيت مزركشه؟ قالت لها اتس اوكي، عبايه بيت بس انا بحبها مع ان عندي غيرها. فقالت لها طب لو انا مت زي ما انت بتقول يبقى انا في جنه ولا في نار؟ قالت لها هو ده بقى الجزء الصعب، انت ولا في جنه ولا في نار، انت بين البنين. عندك قايمه فيها ثلاث اسماء، الثلاث اسماء دول في بينكو حاجات لسه ما خلصتش، بمجرد ما تخلصيها هنشوف ساعتها بقى تبقى جنه ولا نار. بتاخدها بعد كده تنتفال على الشاطئ، والشاطئ ده عليه بيت باباه. بيخشوا الاثنين بيت باباه فبيلاقوا حياتهم متدمره. بعد شويه بتسال كاسي فال هو انا ميته من امتى؟ قالت لها انت بقالك سنه. فقالت لها ازاي سنه؟ قالت لها الوقت فوق غير تحت. بعد باباها بتاخدها توديها لصاحبتها ليزا، فقالت لها معلش انا قطع مع ليزا قبل ما اموت، مفيش حاجه بيني وبين ليزا، لو سمحت شيل ليزا من على الليست. قالت لها بقول لك وانا شغال عند امك، اركني الايجو بتاعك شويه، هي على الليست، عافيه. بعد ليزا بتاخدها توديها لمامتها، وبتلاقي مامتها بتلعب مع اختها وما كانتش تعرف قبل كده ان ليها اخت اصلا، وكاسي بتبقى مصممه تقول على مامتها صوفيا، مش عايزه تقول لها ماما يعني، وده لان مامتها سابتهم زمان هي وباباها ومشيت وراحت اتجوزت راجل تاني. وبكده كاسي تبقى عرفت الثلاث اشخاص اللي حياتهم مش طبيعيه من ساعه ما ماتت، لان الناس دي بينها وبين كاسي لسه في مواضيع عالقه. كاسي بتسال ايه المواضيع العالقه دي، ولكن فال ما تعرفش، كاسي هي المفروض تكتشف. كاسي سالتها طب ولو فشلت؟ قالت لها يا نهار ابيض يا كاسي هتتعمل حواوشي. بتستلم كاسي القائمة اللي فيها الخمس أسماء وبتقول لها إن قدامها خمس أيام بس تشوف إيه اللي بينها وما بين الثلاث أسماء دول، بس المهم دلوقتي إن أنت تستوري نفسك. قالت لها إيه ده وأنا ممكن أغير هدومي عادي؟ قالت لها آه بس مرة واحدة في اليوم، غمضي عينيكي وتخيلي. غمضت عينيها كاسي وبدأت تتخيل الفستان المحتشم ده، ولكن تقريبا باظت منها في الرجلين، ما علينا. بتروح بعد كده لأول واحدة وبتكون ليزا، وبتلاقي ليزا وماكس لسه هيتفقوا على أول ميعاد هيخرجوا فيه، يعني بقالهم سنه ما خرجوش مع بعض. بتروح بعد كده ليزا لمحل دوناتس بتاع واحده اسمها ايمي، وبتستغرب كاسي لان هي ما كانتش تعرف ايمي، وايمي هي الحاجه الوحيده اللي زادت على حياه ليزا من ساعه ما كاسي مات، لان السنه اللي فاتت دي كلها كانت مقضيها شغل بس، اول واحده بتروح الشغل واخر واحده بتمشي منه. كاسي بتحاول في اول يوم ان هي تحاول تتكلم مع ليزا او تتواصل معاها، ولكن كل محاولاتها بتفشل، لحد ما بتقعد وبتبدا تدندن كده مع نفسها، فبتلاقي ان ليزا بدات تقول وطي الصوت شويه، فكاسي بتبدا تعلي صوتها وتقرب من ليزا لحد ما بتفتح ليزا عينيها، فقالت لها ايه بليز؟ ليزا طبعا بتخاف منها وبتقول لها بعيده عني انت اكيد شبح. كاسي بتحاول تهديها ولكن للاسف ما بتعرفش، فبتسيبها اليوم ده وتمشي. بتروح تقول لفال على اللي حصل ده، ففال ما بتبقاش مصدقه لان المفروض ما يبقاش في تواصل. كل اللي تقدر كاسي تعمله ان هي مثلا تحرك حاجه حواليها، تبعت لها اشارات بس ما تتكلمش معاها مباشر. بينزلوا الارشيف بيبداوا يدوروا على تفسير
للي حصل ده وبتلاقي التفسير ان هم كانوا مقربين جدا لبعض وتوأم روح بعض. بتاخدها بعد كده فعلا وبتنزل بيها الشارع عشان تتاكد ان هي ما تقدرش تكلم اي حد غريب عنها، وبيطلع فعلا ان هي ما تقدرش تكلم حد. بعد كده بيروحوا الاثنين لبابا كاسي، وفعلا بتقول لها ان باباكي من يوم الحادثه بتاعتك بيجي الاوضه بتاعتك وبيفضل يتكلم معاك، وبطل طبعا شغله اللي هو اليوجا وبطل كل حاجه. كاسي بتنه ان هي تساعده ولكن لسه لحد دلوقتي مش عارفه ازاي. بتروح بعد كده كاسي ليزا، وخلاص كده ليزا تقدر تشوفها، بتحاول تتكلم معاها ولكن ليزا بتبقى معتقده ان ده جنان. بتقفل الباب في وشها، فقالت لها والله انا شبح، باب ايه بس؟ فليزا قالت لها يا الهي. فزميلها بصولها فقالت لهم يا الهي ايه المعمل الجميل ده، مش عايز اروح، عايز افضل اشتغل. بتطلع ليزا من شغلها على ايمي وبتقول لها بقول لك ايه يا صاحبتي، تعالى عايزاك، معكيش رقم مشعوذه او حد من اللي بتردوا الارواح يعني؟ اصل صاحبتي كاسي بتطلع لي ومجنناني يعني. فايمي قالت لها ان انتوا كنتوا اصحاب لمده كبيره جدا وده طبيعي. وبعدين قالت لها هي هنا يعني؟ قالت لها عماله تقول لك بخ. بتروح ليزا البيت، بتفتح اوضتها، بتلاقي كاسي. المره دي بقى كاسي قالت لها انا مش هسيبك الا ما تسمعيني. بتبدا كاسي تحكي لها الموضوع وتقول لها على الليستا واللي حصل، وليزا بتصدقها. بيفضلوا يتكلموا شويه مع بعض ويحكوا، وليزا بتقول لها ان هي وحشتها، وكاسي قالت لها انا كنت مفكره ان انت نسيتيني، فقالت لها لا طبعا، وبداوا يلعبوا بالبازلز تاني. وبعدين بتبدا بقى كاسي تحسن من حياه ليزا، بتساعدها ان هي تتعرف على ماكس جارهم، وماكس ده بيكون شغال في الموسيقى وليه صاحبه مخرج، وهو اللي هيخرج اغنيه لمغني مشهور اسمه كوب، وكوب ده العشق بتاع كاسي. طبعا كاسي ما فوتتش الفرصه وراحت معاهم التصوير بتاع الفيديو كليب، لان هي ما تقدرش تروح غير الاماكن اللي فيها التلاتة اللي في الليستة، يعني حتى لو هي عايزه تروح لكوب مش هتقدر. اندمجت شويه كاسي مع كوب، وبعدين كانت هتقرب منه، في اللحظه دي بتسحبها فال، وبعدين قالت لها والله انت ليه مش مقدره انت في ايه، حتى وانت ميته شفايفك بتلعب. بتروح كاسي بعد كده لبابا، وبتستغل ان هو بيتمشى على الشط، وبعدين بتبدا تظبط المكان اللي كانوا دايما هما الاثنين بيمارسوا فيه اليوجا مع بعض زي ما كانت بتعمله زمان بالظبط. بتستناه يرجع، بيرجع باباها بيبص ولكن ما بيفهمش. كاسي بتستغرب ازاي ان هو ما فهمش، ولكن بعد شويه بيرجع باباها وبيقول ان هو فهم اشارات الطبيعه. كاسي بتطلع الليسته بتاعتها وبتبدا تبص على الاسماء، لان المفروض ان الحاجات العالقه بينها وبين اي شخص من الثلاثه دول لما تخلص الاسم يختفي. ما بتبقاش فاهمه ليه الاسم ما اختفاش، فبتروح لصاحبتها ليزا وبتبدا تتكلم معاها وبتقول لها ان هي كانت مقصره جدا مع بابا. ليزا طبعا كانت ملاحظه ده عشان دايما كانت بتقول لها اعملوا له كومنتات او كلميه وكده. وبعدين كاسي بتطلب من ليزا ان هي تيجي معاها لمامتها، لان في حاجات كتير كاسي عايزه تعرفها، ولان كاسي مش عايزه تشوف مامتها او مستاءه جدا منها. وهم قاعدين بيجي اشعار لليزا، فبتلاقي ان بابا كاسي بدا ينزل تاني صور لليوجا. كاسي بتبدا تفرح وبيبدا يبقى فيه تقدم. بتروح بعد كده ليزا وكاسي لمامتها، مامتها بتبدا توري ليزا صور اختها وبتقول لها ان هي شبه كاسي جدا، وان اكيد كاسي لو كانت موجوده كانت هتحب اختها جدا. ليزا بتطلع شويه جوابات كانت مامت كاسي بتبعتهم لكاسي من اي مكان تروحه، او هي دي كانت وسيله الاتصال الوحيده بينهم. كاسي بتبدا تقول لليزا قولي لها انت سبتيني ليه ومشيتي، كاسي عملت ايه غلط. مامتها بدات تتكلم وتقول لها ان كاسي ما عملتش اي حاجه غلط، انا بس كنت صغيره ومتسرعه جدا، وكان نفسي اقعد اتكلم مع كاسي وافهمها ايه اللي حصل، وان هي ما كانش ليها ذنب في اي حاجه، وديني اهو مش مسامحه نفسي ان هي ماتت من غير ما اتكلم معاها. كاسي بتبدا تتخنق، فبتقول لليزا يلا عشان نمشي، ولكن ليزا بتسال مامتها سؤال، لو كاسي موجوده دلوقتي تقولي لها ايه؟ فمامتها قالت لها ان احسن يوم في عمري هو يوم ما اتولدت كاسي، وان اسوأ يوم في عمري يوم ما سبتها، وان انا بتمنى ان هي تسامحني. بيطلعوا من عند مامتها، وكاسي متضايقه لان ليزا سالتها سؤال من دماغها. وبتختفي كاسي، وبترجع ليزا لوحدها البيت، ولكن بتلاقي كاسي مستنياها. بتبدا كاسي تعاتبها ان هي خلتها تتكلم كلام هي ما كانتش عايزه تسمعه. ليزا بتقول لها انا مقدره ان انت متنرفزه يعني، بس اهدي شويه. كاسي بقى قالت لها وانت مضروره في ايه، انا اللي شبح وحياتي على المحك. فليزا بقى بتبدا تفضفض باللي جواها. ليزا بتبدا تقول لها ان هي من يوم ما ماتت وهي حاسه بالوحده، وان مفيش حد عوضها عن كاسي، وان هي بقى لها سنه بتحاول تلملم نفسها ولكن مش عارف. بترجع كاسي لفال وبتقول لها بقول لك يا طنط فال انا الحوار ده مش ماشي معايا، انا فاضل لي يوم واحد ومفيش ولا اسم اختفى. قالت لها مفيش مشكله، الاسانسير في اخر الطرقه، وانت وحظك بقى يا تطلعي يا تنزلي. وبعدين فال قالت لها يا بنتي الموضوع سهل خلاص، انت تقدمتي مسافه كبيره، استغلي اخر يوم وما تضيعوش. كاسي بتاخد بعضها وبتروح لباباها، ولكن بتلاقي مامتها عنده، وبتسمع مامتها وهي بتقول ان ليزا صاحبه بنتنا كانت موجوده عندي النهارده ومش هتصدق، كنت حاسه جدا ان كاسي معاها. وبتعرف من كلام باباها ومامتها ان مامتها كانت دايما بتسال عليها، ولكنها كانت خايفه تواجهها، وان هي بتحبها مش ما بتحبهاش. فبتخلي مامتها طلعت بره البيت، وبتروح لمامتها وبتمسك ايديها وبتقول لها انا سامحتك،
وبتمشي مامتها وبتبص كاسي في الليستة فبتلاقي اسم مامتها اختفى. بتبص لباباها وبيجي لها فكرة، بتروح لفالو وبتقول لها بليز يا طنط والنبي عايز ازود اسم على الليستة. قالت لها انت مجنونة ما ينفعش. قالت لها عشان خاطري وبعدين في الاول وفي الاخر ما احنا بنعمل خير يا كاسي، بتبقى عايزة تضيف اسم ايمي اللي هي عندها محل الدونتس عشان تقدر تغير في المحل بتاعها، لان لو ما ضافتش اسمها مش هتقدر تقرب منها. بتظبط لها ديكور المحل وبعدين بتاخد دعوات من دعوات المحل وبتروح تحطها في باباها في كل مكان. باباها بيشوف الدعوات دي فبيفهم ان كاسي ورا الموضوع. بيروح للمحل ده فعلا فبيشوف ايمي وبيبدا يتعرف على ايمي وبيقول لها ان اسمه هاورد. فقالت له انت عارف ان هاورد يعني حنين بزياده. وبتطمن كده كاسي على بابا برغم اللي عملته كاسي ده كله، ولكن لحد حالا اسم ليزا وباباها لسه موجود في الليست. واخر يوم ده بقى بيبقى يوم عيد ميلاد كاسي 26. فصاحبتها ليزا بتجمع كل اهلها وبتبدا تقول كلام حلو عن كاسي. كاسي بتشكرها وبتسمع باباها وهي بتتكلم معاها بيدندن الاغنيه اللي كان دايما بيغنيها لها وهي صغيره. بتحاول تغني معاه ولكن طبعا ما بيسمعهاش. فقالت لليزا غني ورايا قول اللي هقوله. هنا بقى بتحصل المعجزه وبتظهر كاسي لباباها، وباباها كان كل اللي هو عايزه ان هو يودعها لانه ما لحقش يودعها، وبيختفي اسم بابا اللي بيبقى فاضل ليزا. كاسي بتروح الشقه بتاعتها وبتبدا تدور على اخر قطعه بازل. بتروح تدور في المكان اللي هي رمت فيه كل البازلز يوم ما مات، بتلاقي القطعه الاخيره وبتحطها. وفي الوقت ده بيكون الخمس ايام خلصوا والتلات اسماء اختفوا. بتروح بقى كاسي وفالي عشان يعرفوا النتيجه وبيقفوا قدام الاسانسير يا ترى هتطلع فوق ولا هتنزل تحت. وبتطلع كاسي فوق تخش الجنه يعني، بتركب الاسانسير بفستانها القصير الجميل. المشكله ان هي طالعه بيركب معاها كوب وده المغني اللي هي بتحبه جدا. فقالت له انت جاي في ايه؟ قال لها بلاش احراج بقى، كنت بنقذ ناس انقذتهم وموت انا، موتة محرجة مش كده؟ وبيخلص الفيلم وهم داخلين الجنة. خيال المخرج رائع بصراحة. ما تنساش تعمل لي فولو لو انت على الفيسبوك، سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ويلا سلام.